أتابع الأوضاع في سرت الآن، وهي تستعد لأي طارئ، وهي تستعد لمواجهة قوات الاحتلال التركي. أنباء أيضا عن تحشيدات عسكرية من الجيش الوطني باتجاه المنطقة. أستقبل الآن مفدنا إلى سرت الزميل رجب بليبلو. رجب، أهلا بك، وحدثني عن الأوضاع من حيث تحدثني. نعم زميلي أحمد، أهلا بك وبمشاهدين الكرام في برنامج الحدث. لربما اليوم كان لدي عدة جولات بدأت منذ ساعات الصباح الأولى رفقة آمر الغرفة الأمنية المشتركة، وتجولنا في أغلب شوارع المدينة، وبعد ذلك انتقلنا إلى ضواحي مدينة سرت، انتقلنا إلى منطقة بوهادي، وانتقلنا إلى طويلة حتى سواوة. بعد ذلك بدأ الدخول في الحظر تحديدا على تمام الساعة 12 ظهرا. بدأت مباشرة الأجهزة الأمنية بفرض حظر التجول داخل المدينة. بعد ذلك انتقلنا إلى وسط المدينة وتجولنا مع عدة أجهزة أمنية، تجولنا بالأمس أيضا دعني أنوه مع جهاز الحرس البلدي، تجولنا في أغلب الشوارع الرئيسية والتجارية. تم إغلاق بعض الصيدليات المخالفة وبعض المحال المخالفة لقرار الحظر. اليوم خرجت مظاهرة في مدينة سرت مؤيدة للقائد العام وناشدت وتؤيد القوات المسلحة في عملياتها العسكرية وداعمة لها في محاور شرق مصر وغربي سرت. هذا بالملخص العام لوضع المدينة. كان هناك العديد من التصريحات الصحفية بخصوص فيروس كورونا، والتي تحدثت فيها اللجنة أكثر من مرة ودعت المواطنين إلى الالتزام ببيوتهم في هذه الأيام نظرا لازدياد الحالات المصابة بهذا الفيروس القاتل. اليوم كان لدي مداخلة مهمة جدا، وتم استغلال فرصة تواجد آمر التوجيه المعنوي وهو النقيب محمد علاد في مدينة سرت. تحدث معي عن وصول تعزيزات جديدة إلى محاور غرب مدينة سرت، وهناك تعزيزات وصلت أيضا إلى مدينة إلى الجفرة. هذه التعزيزات كانت على مدار الأيام السابقة تصل إلى تلك المدينة. تحدث معي أيضا عن أن الروح المعنوية لرجال القوات المسلحة هي عالية جدا، وهم ينتظرون أوامر تنفيذ الأوامر الصادرة لهم من قبل القيادة العامة. أيضا اليوم كان هناك مرور من قبل إدارة التوجيه المعنوي أيضا على بعض الوحدات العسكرية داخل المدينة. هذا المرور جاء لرفع الروح المعنوية لدى أفراد القوات المسلحة. ربما هذه حوصلة عامة إلى أحداث اليوم مدينة سرت، وأيضا ملخص الخطة الأمنية والحالة الوبائية في المدينة. أشكرك جزيلا شكرا الزميل رجب بليبلو مفدنا إلى